الله كله سمحت. كيف حالك؟ الله يحفظك. الله يحفظك. بس حبيت أسألك، أنا ماشي من هنا لفت نظري الرقصات هذه ودق الطبول وإيش اللي؟ أولاً نرحب بكم في عناد، بلدة تاريخية. ها نحن الآن في عناد. هذه عناد، منطقة عناد، بلدة تاريخية أسسها الشيخ أبو بكر بن سالم في عام 629 هجرية. وبالنسبة للعبة هذه تعد من الألعاب التراثية اللي تشتهر بها المنطقة، وهذه اللعبة خاصة تتميز بها منطقة عناد. إيش اسم اللعبة هذه؟ هذه لعبة البرع، ولها عدة إيقاعات مختلفة تختلف إيقاعاتها، ولها عدة برعات عداء البرعة هذه، وهذه تقام سنويا من سابق في عيد الإضحى وفي عيد الفطر. إذن أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم ستكون من بلدة عينات وما جاورها من بلدات، بلدة مميزة جدا سمعنا عنها الكثير. إن شاء الله نوعدكم بحلقة مميزة من هذه البلدة الجميلة، منطقة عينات، فتابعونا.